مساء الخير ومنحيي كل المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج 100 سؤال. ضيفتنا لهالليلة شغوفة، حساسة، عنيدة، متصلبة الرأي، يعني بالمصري دماغها نشفة، مع العلم أنه معروف عنا عندها عالمها الخاص. ليلة رح منحاول نخترق هذا العالم ونغوص أكثر وأكثر بأسرارها. نيكول سابا. بحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده، دي حياتي أنا، دي ملكي أنا، وأنا مهما يكون برضو هكون زي ما أنا. ونيكول سابا صارت بضيافتنا داخل استوديو 100 سؤال. مساء الخير نيكول. بونسوار. بونسوار، اهلا وسهلا فيك. مصر لبنان اليوم، لبنان ايه. مصر. خلطه عجيبه غريبه. شو اخبارك؟ تمام. قد ايه مستعده لحلقه الليله؟ يمكن ماني مستعده، هلا بنشوف. لا حتستعدي. مضطره لانه فورمال برنامج هيك بتقول، وعندها تعهد. في كل انسان هو بيقول اللي براحته. انا ما عندي شيء، يعني بالنهايه منه فرد قبل بلا مقدمه. نيكول البرنامج فيه قوانين معينه، بدك تجاوبي، بدك تمضي بقيمه، تمضي كيف رح تلقطوني بمضيك امضى ودور القطينه قدامي عم تمضي القطينه في شو تشيك اكيد. أتعهد أنا الفنانة نيكول سابا أن أكون أكثر صراحة ومصداقية وجرأة وقدرة على مواجهة أي سؤال أو اتهام بكل شفافية، ملتزمة بقواعد برنامج 100 سؤال وحريصة على حق المشاهد في معرفة الحقيقة كاملة. عندك اعتراض على قريتي؟ باختبام ده بس راح يصير بالآخر. ها؟ لا بدك تكوني صريحة. وهي أمضى مزورة ولا تزعلي. لا لا لا، غير أمضاكي هيدا اللي شفني. اشتكوا. ماضي أمضاءات مزورة، كنت تمضي ماضية أهلك على الفحوصات والنتائج، مشان هيك. ماضية أمي. كنت تزوري ماضية أمك. أي زورت. وعكبر زورتي شيء؟ لا. مش مضطرة. طيب بدنا نعرف الحقيقة اليوم، وهيك مثل بطاقة تعريف بداية حلقتنا. بدك تجاوبيني بشكل كتير سريع على كم سؤال. جاهزة؟ أوكي. يلا. أنا أخاف من المرض. أحب في الرجل الذكاء. وصفي في كلمة. جبل. أحب وأكره في شكلي. أحب كل شيء في شكلي ولا أكره شيئا. هذا التواضع الكبير. أغير على ابنتي. لا أتنازل عن حقي في كل شيء. المادي والمعنوي. على جهتين. عيب الكبير. ألوقة بزيادة. تقلق كتير. ألوقة بالمصري. مش ألوقة باللبناني، بس ما قلق يعني المعنى. يعني بخاف على كل حاجة وبدقف يعني. عندك قلق يعني بحالة قلق. مرعوبة من الطيارة. نقطة ضعفي. بنتي. وبدقيقة قدرت تجاوبي على كل هالأسئلة. شكل جد بقلك برجع من جديد. أهلا وسهلا فيك نيكول. بدنا نشوف الصراحة قدي رح بتكون موجودة، والجرأة كمان قدي جرعتها اليوم كبيرة بحلقتنا. فاصل إعلاني ونعود مع ضيفتنا نيكول سابا. وعلى طاولة البحث وطاولة الحوار نعود لنستقبل بشكل آخر ومختلف هالمرة نيكول سابا. نيكول كلبنانية منحب نحن نستعمل كلمة طاولة البحث. وياريت بنقعد ونوصل شي بعد البحث. بس إن شاء الله أنا وإنت اليوم كمان نقدر نوصل بنتيجة ونرضي إذا بدك إجابات بعض المشاهدين. أكيد نوينا أحسن من غيرنا. إيه طبعا. صحيح. طبعا. قدي أنت عادة بالحياة صريحة؟ يعني اللي بقلبك على لسانك. مش على طول. اوقات يعني لاني حذره هذا الشيء، اوقات ساعتها ما بكون ساعتها بستعمل صراحتي كثير. يعني وكمان مثل ما قلت بالمقدمه عندي عالمي الخاص، مش كل شيء انا مش كل غسيله منشور مثل ما بيقولوا. بحب بآمن بشيء اسمه عن جد خصوصيه. بس بتآمني بشيء اسمه صراحه؟ يعني في في اسئله وفي اجابات الناس بتطمح انها تعرفها. اكيد. بس اليوم صراحتي بتضايق، فساعتها ما بتتجنب تقوليها لانه ممكن تكون بتأذي. طيب خلينا نتعرف اليوم اكثر على نيكول. أوكي. ونشوف رايها بعده امور. رح نبلش بفقره اسمها ابيض واسود أسود. أو نعم أم لا، بدك تجاوبيني بنعم أو لا. إذن أبيض وأسود. نجحت في التمثيل أكثر من الغناء، نعم أم لا؟
لا، لولا التجربة الدنماركية نيكولسا لم تحقق شهرتها بمصر. نعم، تزوجت بسن متأخر لأنني لا أثق في الرجل. كلا، إليسا هي أفضل مطربي جيلة. كلا، الدراما اللبنانية أصبح لها جمهور كبير من بعد نجاح روبي. نعم، هيفا وهبي أفضل مغنية لبنانية خاضت تجربة التمثيل. صح. نعم، أنوثتي هي السبب الرئيسي في نجاحي. كلا، شبكات التواصل الاجتماعي أحد أهم أسباب خراب الوطن العربي. صح. نعم. نادين الجيم سوف تصبح من نجوم الصف الأول إذا دخلت الدراما المصرية. كلا، الأجر عامل أساسي في حسم اختياراتك. نعم، العرض الحصري لبرنامج التفاحة على قناة دريم ظلمه. كلا، بعد التجربة الدنماركية لم أشارك في فيلم بنفس القدر من الإنتاج والنجاح. كلا، شخصية المتمردة في الكليبات لا تعكس شخصية الحقيقة. نعم. نعم أم لا؟ يعني أبيض وأسود أجبت عليهم بامتياز، جاوبتي بشكل كتير سريع وما ترددتي. هلأ رح ندخل إلى محل آخر أو مكان آخر اللي بيحمل عنوان من دون تردد. يعني بين خيارين، بين خيارين. هذا الفنان أوافق على العمل معه من دون مقابل، عادل إمام أم يوسف الخال؟ يلا رح يخلص وقتك على السريع. من دون، لا اثنيناتهم ما فيك، بدك تختاري. هو الشروط هيدي المحطه تحديدا انه عندك، لكن عادل امام من دون مقابل، وهيك هيك يوسف جوزي. ايه؟ فهيك هيك يعني بده يدفع، هو بيصرف على اساس هو الرجل بالبيت، فبخليه هو يدفع، هيك هيك مفتوحه عليه المصاريف. انا فكره تعملوا عمل تشتركوا فيه ثلاثتكم. بس شو رايك بهذا الجواب؟ لا كثير، بس عادل امام يعني. ايه؟ فينا نقول عادل امام. شعبيتي اكثر في لبنان ام في مصر؟ في مصر. مصر. بدك نحكي ولا عم نوقف على؟ قليلي إذا عندك شي تعليق. إذا ما عندي ما بقول. بلبنان ليه ما عندك هالشعبية مثل مصر؟ لأنه أكيد طبيعي الإنسان اليوم اللي بيأسس مكانه، المكان اللي بيشتغل فيه مثل موظف، بيروح بيشتغل بدبي. طبيعي بيصير سوبر ماركت بيعرفه، تبع البنك عنده حساب، بتتأسس شعبيتك. فطبيعي هذا بده زمن، هذا بده فترة زمنية فترة طويلة. نعم، هذا اللي صار يعني. اليوم عم بتأسس لشهرة أكثر ببيروت وأوسع أو شبيهة إذا بدك لا. منا ليكي، منا عقدة عندي، لا منا أنا، منا عقدة. كيف ما بتجب، مش معناتها إذا بدي أسس اليوم بقبل بأي عمل كرمال أنا أسس هذا. وبفتكر أنا برهنت للناس اليوم، أنا عايشة بين مصر ولبنان. صح. ما في إشي بقبلها بلبنان لأنه هذا مبدأي أنا، عندي يعني شو بيقولوا دايما شروط، يعني شو بيقولوا، عندي هدف بكل عمل بدي أعمله، ما بحرق حالي وبقبل لأقول للناس أنا بس يعني موجودة. ما بتتسرعي بخطواتك، بتدرسي كل عمل بس كرمال بس هدف أن يكون موجودة. لا لا مش هذا. طيب بتوسعنا في هذا شوي لننتقل للي بعده. المطرب الأنجح في برامج المواهب، رغب علامة أم أحلام؟ إذا بالعصر نحن في اليوم، لأنه أحلام كونترافيرشل ومثيرة للجدل، ممكن تكون هي الأنجح، مش معناتها رغب منه، بس عم نحكي كمثيرة للشكل، كمواكبة العصر. نحن في كل شيء اليوم كونترافيرشل بفرقع أكثر، فهي جريئة وصريحة لدرجة أراءة تستقطب أكبر عدد من المشاهدين، فهذا مطلوب اليوم. نعم. إذا أحلام، عمليات التجميل لم أخضع لها أم لجأت لها من قبل؟ لا لا، جأت لها من قبل. استمتعت بتمثيلها بالدراما خلال الفترة الأخيرة، منى شلبي أم نيلي كريم؟ منى يمكن. منى أكثر. المطرب الأنجح بالتمثيل عمرو دياب أم تامر حسني؟ المطرب الأنجح بالتمثيل تامر حسني. تامر حسني. برأيي عمرو دياب يعني ما كان ناجح؟ لا، بس انه يعني انا اليوم بجيلي اليوم بتذكر، لاني كمان لي تجربه مع تامر، فبتذكر تجارب تامر. هلا مش معناتها اكيد عمرو دياب يعني عامل اعمال قبل، بس تنحكي هلا يمكن لاني حاسه انا بالحاضر عم بحكي. ايه؟ حاسه انه مواكبه الاقبال يلي والفيدباك اللي عم يعمله تامر باعماله. اذا بنقول على الارض اليوم مين عم بيمثل من المطربين اكثر حدا ملمع اليوم؟ تامر. هلا عم تساليني مع عمرو دياب، بس عم اقول لك انه اليوم تامر اخذ هيدي المعادله اذا بدك، اللي هي صعبه دائما. وهنا بين عمرو دياب وبين تامر مين انجح؟ بتعرفي مين انجح؟ لا ليك، يمكن تامر لانه هالقد عفوي وطبيعي، فهذا الشيء كثير مساعده كمان انه يطلع على الشاشه هالقد قريب، وما بتحسيه متكلف او ما بتحسيه ملبك. ومش غلط اذا مطرب ثاني يعني، مش منه غلط يعني. طيب نجم لبنان الأول يوسف الخال أم توني عيسى؟ يوسف الخال أكيد. يوسف الخال، مش لأنه زوج نيكول؟
لكن عايزه لاي حدا مش تكسيرا توني عيسى. على فكره انا بعرف توني عيسى وانا بعرف توني عيسى بعده يعني عم ببلش. ما فينا كمان اليوم ليه ما نظلم الناس اللي بتبقى مبلشه الى فتره وعملت خبرتها وقديه تبعها. قديه يوسف سابقه لتوني بالمجال؟ اول شيء اقدم. ليه دائما ننسى عامل الاقدميه؟ ما هي الاقدميه تشمل عم ترصي بالتجارب يعني. الاقدميه تشمل الخبره، مش اذا انت قديمه بصير عندي. لو ما ضربتي مش انت اليوم قد ايه لك بتشتغلي، بس خبرتك كبرت. فهذا الشيء ما فينا ما نوقف عنده. بس في اشخاص عندهم كثير كمان خبرتهم نيكول وعندهم اقدميه بالمهن اللي بيشتغلوا فيها. بيجي شخص معك حق. بيبقى عامل دوره ودورين يعني ايه، بيبقى بيلمع وبياخذ كل شيء. معك حق، بس انا ما قلت يوسف بس من باب الاقدميه، قلت انه اليوم وقف اسالي اعملي ستاتستيك. عملي ستاتستيك واكيد انعملت اصلا، فوتي وشوفي ما عم جيب شيء من عندي يعني. مش معناتها توني ما بيوصل. مين بينافس؟ مين بينافس اليوم يوسف ببيروت بلبنان؟ ما حدا. كرمال هيك بتلاقي الاقبال اكيد على يوسف بعرض الاعمال اكثر من غيره، مش لانه غيره اقل، لانه هو في اليوم حدا موجود ما يعني. هو 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 هيك. تراجعتي عن تقديم ادوار الاثاره بعد التجربه الدنماركيه بسبب الانتقادات ام وعي ونضج فني؟ لا، يمكن صبيتها بكليبات شوي. نفسيها يعني بكليباتي. يمكن بدي اتساءل هلا، مش عبالي اتساءل. نفسيها بكليباتي. مش انا جريئه يعني سأل. يعني بما معناه لا بالعكس بالعكس ما خص. انت قلت اثاره بالتجربه الموضوع ولا يهمك، اتركي حالك. بالتجربه الموضوع كان يعني هو بحد ذاته مثير للجدل او جريء. بتشوفي انت كاركتيرك والاتيتيود تبعك اذا. طب انت اليوم كيف بتقيمي هالتجربه؟ بتعتبري انه انا اليوم عم بعد شوي عنها او عم بختار طريق يعني مختلف؟ طب ليك بدي اقول لك افتراض، بدي اقول لك افتراض، بدي اقول لك افتراض. لو ما كان اول تجربه لإلي هو التجربه الدنماركيه وفتت لك بدور عادي ما فيه شيء كثير بنت جامعه وعاديه، لحظه رح نكمل ونقول ما انت بلشت هيك وما عملت هيك. طب ما هي فرصه اجتني هيك. طيب انا ما عم بعتبك على الفرصه. ليه الناس بتفسر؟ انا ما عم بعتبك على الفرصه، بالعكس هيدي فرصه جديده. خليني بس احكي. ليه بيفسروا الناس اذا غيرتي يعني انت ياي غيرتي وخفتي واستراتيجي كلها اختلفت؟ انا سالتك بكل بساطه. طب مين قال لك لو اجاني هالقد اثاره شيء عجبني ما كنت عملته؟ طب ما في حسابات عند الممثل يعني كمان. انت بترجع اليوم بتأدي نفس الدور، ما عندك مشكله او شيء شبيه له؟ يمكن بدي اجيب صريحه، يمكن بركي لانه كان عادل امام انا عملته. بركي اذا بينعرض علي اليوم اذا رجع مش مع فنان تاريخ ونجم مثل عادل امام كم ما بعمله. طيب انا اليوم بدي اسالك، اليوم عادل امام عرض عليك نفس الدور بنفس الجرأه بفيلم جديد، بتقومي بتنفيذه؟ يمكن اذا حبيت. ما بدي يمكن، بدي ايه اقرا، بدي اقرا اشوف الورق. انا عم بحكي الفكره، بدي اشوف حالي بالشخصيه. انت احكيني لا غير، عم بقول شيء انت عم بتقولي ما عندك مشكله ترجع تلعب دور الاثاره. اكيد الممثل ما لازم يكون عنده مشكله. ما تكون عندك مشكله انت اليوم رجعت قريتي ورق وهيدا رح يكون هادف. ترجع بتقدمي دور اثاره اخر. مش ليه محسسيني انه مش عم حسسك؟ بس انا اكيد بعمله اذا حبيته، لانه في ناس بدها تفكر من بعد انا قيامي بهذا العمل رح اتردد على ارجع. ليش مو قيامي؟ ليش هذا العمل واقفين عليه كانه مش عم بفهم ليه هيدا العمل؟ شو مشكلته هذا العمل؟ بالعكس ما انعمل بابتزاز. طيب يا نيكول، طيب اللي شافك بعدتي انت فتره عن هذا الخط هذا الطريق بده يفكر. انا من بعده اصلا قعدت 3 سنين بالبيت راغده. طيب. اصلا فما نقول ابتعدت عن هيدا الادوار. بس ما كنت بنفس الجرأه اللي كنت فيها بالتجربه الدنماركيه. ما خص، يمكن عملت بكليبات صبيت هيدا الشيء. بعدين شوي على الكليبات، انا عم بحكي تمثيل. ما خص ما خص، انا عم بحكي بيجيكي ورق رقم يعني. انا اليوم بفهم اذا انعرض عليكي بنفس الاطار ما عندك مشكله. إيه بعمل إيه اكيد الممثل ما لازم يكون عنده مشكله مع اي دور بينعرض عليه. بتمنى يكون رئيس لبنان رئيس الجمهوريه ميشيل عون ام سمير جعجع؟ ما بدي فوت بالسياسه. ليه؟ ما بدي فوت بالسياسه. ما عندك رأي سياسي بلبنان؟ اذا بتعطي اراء سياسيه بمصر بلبنان ما بتعطيها؟ لا لا مو حتى بمصر. اذا الاولى مني وما عم بيعرفوا يسيبوا بقراراتهم وارائهم، بدي اجي انا اليوم اعطي رايي مين بيكون احسن ومين ما احسن؟ اكيد لا. ما عندك انتماء؟ عندي انتماء بس ما بدي فوت بتفاصيل سياسه. الفنان مش لازم يحكي بالسياسه. هلا بيعتبروها لا او لازم لا ايه بيخسر، مش مضطرين لانه ما بيستاهل سوري نخسر اليوم كرمال هذا الشيء، لانه بالنهايه النا وما استفدنا ولا فدنا، فلا شو بدي اقول؟ يعني ما عندك اجابه على هيدا لا. السؤال؟ لا. قضيتي شهر العسل 3 ايام بسبب ضغط الشغل ام ظروف خاصه؟ مين قال لك انه 3 ايام؟ قد ايه كانوا؟
كم يوم؟ خمسة؟ ما بعرف بس ما كانوا ليه ثلاث ايام؟ لا مش ثلاث ايام. وين عملت شعر؟ بتكوني بركي قسمتيهم. وين عملت شعر؟ بركي قسمتيهم يعني عملت شوي بشرم الشيخ. كان عندك حفلة بشرم الشيخ. ايه بتشتغلي يا بتعملي شوي بترجعي بتشتغلي. بشتغل وبعمل شهر العسل بذات الوقت. كنا ذكية. ميكس بزنس وبلاجر. يعني المتعة مع العمل. طبعا. يعني كان شهر العسل أكثر. كانوا اثنين، كان عمل وشهر عسل، ايه مع بعض. اوكي. رفضت العمل مع تامر حسني بمسلسل وآدم بسبب الأجر أم تفضيل البطولة المطلقة في نور مريم؟ لا هي ولا هي. لما عرض علي العمل كنت مسافرة برا مصر، كنت بدبي وكانوا بيبلشوا بسرعة ويبعتوا ورق وأقرا ورد وما كنت قادرة صراحة. كنت ليه كان عندي ارتباط محمد سامي حكاني. كان عندي لا كان بده دغري يبعت لي سكريبت واقرا. قلت له انا هلا مسافره ما في بسرعه هلا انه لا محمد سامي ما في دغري اقرا ورد عليك وبس هذا اللي صار. وكانوا عارضين عليك نور مريم بهيدا الوقت؟ ما بتذكر يعني لحتى ترد. لا 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 ما كان تزامنا معه. ما كان تزامنا معه؟ لا ما له علاقه يعني. لكن ما له علاقه لا بالبطوله المطلقه ولا بالأكل. لا لا بس انعملوا بنفس السنه صح؟ بفتكر ايه بفتكر هي بنفس إيه السنه. إيه إيه. تعرضوا برمضان واحد. ايه طيب اعتمادي على الانتاج. اسم الله عليك يا حلوه. ميرسي وانت كمان. اعتمادي على الانتاج الخاص لعدم اقتناع المنتجين بموهبتي ام حريه اكثر بعيدا عن الاختيار؟ منقول الثاني هذا اخر واحد. حريه اكيد اكثر. اوكي. مكانتي في عالم الغناء يمكن ان اكون وسط كبار المطربات كاصاله وبشيرين ام ستظل محدوده لان خامه صوتي لا تؤهلني لذلك؟ كثير في ظلم بال. لا انا عم يا محسن مكانتي هدي علينا شويه. مكانتي بعالم الغناء. كل واحد عنده يعني كل واحد عنده شيء. كل واحد عنده اكيد صوت. اكيد هن صوتهم اكيد اهم بس كل واحد عنده شيء. يعني انا موجود عندي مش موجود عند غيري والعكس. طيب اذا بدك ليه ليه بدنا ننقص دائما من عندنا لحتى نطلع دهيرو؟ لا انا اذا عم قارن مش عم دهيرو بس انا عم بحكي ولا واحد مش جوابين. بس انا عم بحكي بين عالم شيرين واصاله ولا واحد مش جوابين. طب اقعد هلا افسر ساعه ونضيع وقت الضايع ولا واحد من اثنين. اريحتي. اوكي اريحتي. احياء الى حفل وانا بمراحل حمل الاخيره هو سبوبه والميل. أوكي. ام اثبت اني جميله حتى لو كانت بطني كثير كبيره؟ لا حبيت بنتي تتعود على الموسيقى والحركه من قبل ما تجي على يعني انا حلوه بطوني كبيره ما في مشكله. لا حبيت انه حبيت اعيش وفرجي بعض النساء بالذات انه اوقات كانوا يفكروا الحمل ممكن يكون مثل حاجز انك تمارسي حياتك لو انت تحت الاضواء. بفتكر يمكن انا يمكن وقتها بلشت اطلع هالقد بحمله يمكن كان بعد مش مثل هلا كثير ترند جرأة انه يطلعوا ببطنهم واغلفة مجلات. وقت انا طلعت كانت كثير الموضوع عملت بس كانت نانسي كمان طالعه. مزبوط بس انا مارست اكثر فتره طويله كثير بظهوري على المسرح هالقد بهذا الشيء بس تفرجي انه منه عيب يعني. لأي ما تستحي بحالك. لاي شهر بايدي للسبعه انه ما تستحي بحالك اذا بطنك كبير سبا اكل شوي مكرشه وفيها ايه يعني بطننا نفخت شويه واكلين شويه كوارع وبتعرف تمام يعني بنفخ شويه يعني ولسه كنت شكلها وقتها تمام وموزه ومفيش حاجه تغيرت وقهوه رجعنا خسينا. نيكال بنتك بتحب الموسيقى بتحب الموسيقى والفن ترقص على الغنى وال كثير. طيب هيدا من دون تردد خسرت نقطتين بسيطه من مجمل علاماتك او مجمل الاسئله. طب كله خساره ربح. ننتقل. لا نحن بدك تربحي. بس برافو جواباتك يعني عم بتكون واعي كثير لها انه ما فينا لك في اشي قلت لك انه بلاها لانه اذا بدنا نفتح هلا بدنا ناخذ وقت الهواء كله. ما نحن عم نجرب نعطي الضروري. ايه. اوكي من دون تردد رح ننتقل الى لو. لو هن عبارة عن أسئلة افتراضية. أوكي. لو كنت سفيرة لبنان شو الدولة اللي بتحب تمثل لبنان فيها؟ مصر. لو بنروح بعيد يعني. كنت متأكدة من جوابك. لو كنت مخرجة مين بتختاري بطلة عملك الأول؟ بطلة مرة. بطلة عملك الأول. حلو هالسؤال. جيل قديم أو جديد؟ جديد. قديم. جديد. قديم. وسريع. يلا على السريع على السريع على السريع. طب هلا برجع لك ليه بالاخر؟ لا لا ما فيكي ليكي وقتك عم يخلص على السريع. مين؟ بجرب نانسي. نانسي؟ اوكي بجرب فوت مع نانسي. طيب لو كنت مدفع هون شو المبنى اللي كنت رح تطلقي عليه قذيفتك الاولى؟ اي مبنى؟ استوديو. باللي فيه استوديو. لا 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 ابدا عم بمزح. اي مبنى؟ ايه
في شيء اي مبنى؟ مبنى سفاره معينه ما بعرف مصره نفوت بهال لا لا انت ما بعرف ما في شيء براسي ما في جواب لا لو كنت بطله من ابطال كرتون الاطفال اي شخصيه بتختاري؟ دورا دورا انت بتحبك تحب دورا وقبل كنت بيبا بيج عفاك مظبوط طيب لو كنت حيوان اي حيوان تكوني؟ كلب كلب ليه الكلب؟ ولك كيف قلتها ايه لك كلب رهيب لانه وفي ومخلص وما في اذكى من هيك ما في انا عندي كلاب وبعرف يعني واللي بيحبوا الكلاب رح حيفهموا كويس انا بقول عندي كلاب لا يعني قصدي على طول من وانا صغيره ربيت حنحكي شوي مصري كبرت وانا دائما عندي كلب في البيت فبعرف لغه الكلاب وهلا عندك كلب اي نوع البيشون مالتي وعم بحاول طبعا خلي كمان بنتي تتعود على فكره الكلب بس الكلب فظيع ما في اذكى من هيك ما في اخلاص اكثر من هيك رهيب بيقول لك الكلب ما بيأذي ببي الكلب يوسف بحب الكلاب كمان بحب لا. الحيوانات شو عاملت فيه لكن انتو يوسف بالبيت مع كلب تعملوا فيه شوف يا بضل بعيد قاعد بأوضة لحاله لا هو ما بحب البسينات اكثر اجي انا ما بحب القطط بكرههم غدارين ومصلحجية بس بدهم ياكلوا يا لطيف يا لطيف لو كنت بطاقة هوية بتحبي انه توضع خانة الديانة فيها؟ لا وهيدي مشكلة كل اللي عم بيصير معنا بالدين اكيد الطائفية اكيد يعني. الطائفية لو كنت ناقدة صحفية مين أول فنانة بتكتبي مقالة بتنتقديه؟ إيجابا أو سلبا بدي أنتقده منيح أو مش هلا المفروض أقول لك سلبا أنا فنان؟ إيه فنان فنانة خليني أقول إعلامي ممكن إذا بدك باسم يوسف باسم يوسف؟ بأي حالة خاصة جدا فبنتقده أكيد إيجابا يعني لأنه بلاقيه حالي طيب سلبا في حدا بدك تنتقديه؟ خلينا بالإجابة طيب لو كنت مشنقة مين الشخص اللي بتتمنى إنه يعدم فيكي أو بك كيف قصدك يعني أنت مشنقة أنا المشنقة مين بدك الشخص اللي بدك تربطي حالك عليه أو تربطي الحبل على رأب هلا مش نحنا ما فينا أبدا يعني مش نحنا اللي منقرر نعدم وما نعدم بدنا نفوت بهول عم قلك أنا أسئلة افتراضية لو أي حدا أي خائن إرهابي شيء هيك ما في حدا لا لا ما عندك حدا على قد بتتمني لا لا ما بنوي أفكر إني أقتل حدا وأتمنى له قد ما أكون ما بحبه مش طيب. مش للقتل ترى لو كنت شازلونج عن طبيب نفسي مين بتحبي يقعد على هالشازلونج وتعالجي؟ ريهام سعيد ليه ريهام سعيد؟ بركي لأنه هلا عاملة بنحكي هلا افتراضي بس لأنه يمكن عاملة هلا حالة جدل شوي هاليومين بركي طلع الاسم هلا أو لك كم جلسة بدها القصة؟ يمكن وحدة يمكن مية ويمكن أنت عادة تحت إيدك بيشفوا بسرعة ولا لا؟ كل إنسان لازم يروح عند طبيب نفسي هلا ما اختلفنا ايه بس تنكون نحكي جد هلا انت رحت عن طبيب نفسي رحت عن طبيب نفسي لا 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 يمكن لانه بعالمنا العربي بيخاف الفنان يلجا لانه نحن عندنا فكره بالعالم العربي انه اللي بيروح عن طبيب نفسي يعني مختل او مجنون او معقد هو المصطلحات يلي بكش الانسان منها وبيخاف ايه بس هو لازم برا كل الناس بتروح عند حكيم نفسي انت ولا مره رحت لا خوفا من الناس شو بتفكر او خوفا انك تسلمي اسرارك لحدا ولا ليك عرفت قالوا لي انه بياخد سيشن مثلا اجر مثلا لنقول مقابل كل سيشن لا يقعد يسمع لك وبيسجل طب تعي انا اسجل لك واسمع لك وبتعطيني في حكمة هن بدهم حكمة على فكرة يعني بس مثل ما عم تقولي منا عيب ابدا لو انت بريح كثير اكيد لو امتلكتي آلة الزمن لاي عصر بتحبي انك تسافري او ترجعي لأي عصر بحب العصر الستين والسبعين إذا عم نحكي بزمن الفن فنيا تحديدا يعني بحب زمن هذا الفن اللي بنتفرج عليه كل يوم أي فنان بحن لستيلون بحن أي فنان أي فنان لا كله زمن الأبيض والأسود يعني زمن هند رستم وفتن حمامة وشادية وسعاد حسني مع حفظ الألقاب أكيد بحب الرقي تبعهم بحب لبسهم بحب ستيلون زمن الفن بحب الجميل بحب كيف كانوا إيه أكيد أكيد زمن الفن الجميل والراقي وكل شيء والعقلية كانت غير كانوا بيمارسوا حياتهم بتلاقي كله قاعد مع بعضه كله بحب كله وكله بيشتغل هون اختلف صعب اختلفت الحياة واختلفت الدنيا نيكولو هيك خلصوا الأسئلة الافتراضية ولو رأي عام تقييم شو رأيك؟ منيح بحس حالك مرتاحة
قديه جاوبتي بنسبة عالية من الصراحة؟ لا بنسبة كتير كبيرة. بنسبة كبيرة. على كل حال في أربع أسئلة ما جاوبتي عليهم من أول الفقرات لهلا، نخصموا من علاماتك وهذا بيأثر على التقييم بالآخر. رح نشوف كمان مدى الجرأة والصراحة أكثر مباشرة من أكثر من هيك بعد الوقفة الإعلانية مع نيكول سابا. ومن بعد الوقفة الإعلانية بنستكمل حلقتنا لهالليلة المليئة بالصراحة وبالجرأة والتعابير الحلوة والمواقف اللي رح نسمعها كمان من نيكول. من جديد برجع بحييك نيكول. رح نتابع بهذا الفاصل، رح ننتقل إلى محطة أخرى بتحمل عنوان إجابة من غير سؤال أو إملأ الفراغ. هذا السبب الحقيقي لتوقف برنامج نجم الشعب مع حكيم والشاب خالد. مواعيد شاب خالد استغلني في بداياتي الفنية لتحقيق مصالحه. لا أحد أبدا. استغليت أحد أنت لتحقيق مصالحك؟ من استغلالية. لهذه الأسباب لم تنجح أختي نادين سابا فنيا. لا، لأنه قررت أنه بس زوجت تكون زوجة وتتفرغ لبيتها بس. قرار الزواج يعني. أي. هذه الفنانة أتمنى أن أقدم سيرتها الذاتية. سعاد حسني ممكن. خلي مع انه انعملت اكيد عملتها منى زكي، وخلي بالك بس ادمنا مليانه بكذا كاركتر كثير بحس حالي. لاليدا ما بتستهوي كيف فكره انك تقدمي لها سيرتها الذاتية؟ كان في مشروع هيك صح؟ كان في كلام على هذا الشيء. وشو صار؟ ممكن حقوق او هيك قصص يعني بتخص العائله، بس جد براس الفنانه سعاد حسني انه بلاقيها مليانه كثير كاركترز. قديش فيك من سعاد كاركتر؟ كثير هيك. وبحب انا بحب الممثله اللي بتبقى عامله كل شيء، كل الادوار شقاوه ورومانسيه وكل شيء، كل شيء دراما كل شيء. هذه الفنانه اتمنى ان تشاركني بعمل. خليني اقول انا شركه يعني بركي يسرى. كان في وصار كان في مشروع وللاسف شو صار ليه تأجل او توقف؟ ما بتذكر تفاصيله يعني، بس كان في مشروع فيلم كان كان مفروض يعني بتمنى مع الفنانة يسرى. شو بتحبي بالفنانة يسرى؟ لا شفافة كثير بحبها كثير سيفا. هذا سبب زواجي من فنان؟ شيء القدر انه هيك يكون. ما لا عن سبب تصور وتصميم؟ لا ما في اصلا بيقولوا زواج الفنانين ما بيدوم وبيوجع الراس، بالعكس فينا نستغله بالمعنى الايجابي. بس كمان بيقولوا الفنان اللي بيتزوج فنانه او العكس بيكون هين يعني بيقدر يفهم طبيعه عملك وبتقدري تفهمي طبيعه هذا العمل. بيقولوا في ناس بتفكر انه بيكون العكس وما بيدوم، انا بفسره بالعكس بيكون لصالح العلاقه لانه بنعرف شو بيقولوا اصول اللعب او هالعيشه او هاللايف ستايل نحن فيه. فبتعرفي على اساسه تتعاملي مع الاخر وتتقبلي نمط حياته مزاجيته، فهذا بيكون صحي. بس شيء صدفه. في غيره بيناتكم نيكول؟ غيره مهنيه فنيه؟ لا. يعني الحب بيلغي هالشيء؟ يمكن يعني هيدا الرابط الاقوى او نشبه في بعض، انه عن جد هيدا مش انا زرعت فيه ما يكون موجود او هو زرع فيه، هو موجود مع حاله سبحان الله يعني. بتغاري عليه او بغار عليك فنيا؟ لا على المهنة. بعيدا عن الفن ايه بس الغيري. مش بالدمار والا ما من الاساس ما بتفوتي بالتركيبه كلها. قد ايه بقيتي مع يوسف قبل ما تزوج وقد ايه بتعرفي لكم سنه؟ لا سنين يعني حفظتي إيه وحفظك أكيد. لا تملك موهبه التمثيل ولكنها محظوظه، مين هي قولك؟ هي اللي ببالي. مين قولك؟ لا 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 نفكر سوا نيكول. ما ضروري مين عندها موهبة التمثيل بس لكن الناس يعني شاطرة بالكلمات المتقاطعة بتعرف تحل كلمات متقاطعة أكيد حيعرفوا. لا بس في كتير ليش أنا وحدة؟ طيب قولي لي عن وحدة بس أول حرف. أول حرف اللي هو حرف ما زال هن كتار حرف ده شو؟ طب مصرية أم لبنانية؟ من أي منطقة؟ في اثنين في من في هون في هيك ايه. انت اللي كنت انت اللي ببالي بالك هي منطقه في من هون وفي من هون ايه موجود وين ما كان عادي يعني. في ناس عندهم يعني ايه محظوظين بزياده يعني. اشتغلتوا سوا بالمغنى وممكن بالمغنى كمان وممكن بال اشتغلتي مع حدا من هلا عندهم هالموهبه؟ الله جربني. طيب هي مؤهله لتصبح نجمه لبنان الاولى؟ نادين نجيم. نادين نجيم. بالارقام المحطة التالية، كم مرة رفضت أعمال وندمت عليها؟
فعليا شي مرتين مثلا مرتين. عمري 38. عم عندك مشكلة تصرح عن عمرك ابدا؟ يمكن اول مرة بصرح ماما. عن جد؟ طيب ما يفكروا انه اكبر من هيك يعني. كم مرة خضعت العملية؟ اذا واحد مبلش بكير انت بأي عمر بلشت؟ بيفكروا انه كثير صار اف قاطع عليه الوقت. ايه لا انت لهون وبس. ايه لا رح ضلك تقولي عمرك؟ ما ضروري. اقول حلقة الموضوع كله حلقة موثقة مش الحياة. الموضوع مش واقف على الرقم، الموضوع واقف على عطائك وشكلك وطاقتك والانرجي وكل شيء. الرقم بيروح وبيجي. في يكون هلا عمري 25 وما بنشاف وما في وما مبين وما بنفع وما مبينة اكثر بكثير. كم مرة خضعت العملية تجميل؟ كم مرة؟ ثلاثة. شو عملتي؟ ما ضروري حدا يعرف. بدك تسألي رقم هلا بدك نفوت تقول لك شو ما فينا حشريتي بدك اقول لك الفلانات شو لونا يعني. طيب ليه بدك تجاوبي باشياء ثانية؟ خلص عم بدك الرقم بس نوصل على لا بس نوصل على الرقم. ما ضروري يمكن نكون عاملة مركبة درس العقل يكون هذا عملية. شو عاملة مناخيرك؟ ايه عامل مناخيرك. كمل على السؤال بعده بقى. طب مثلا ما في مشكله واحد يقول عمره هيدا. سالتيني جاوبتك على الرقم. بدنا نقعد نفوت هلا بتفاصيل ما ضروري. هي اشياء ما يعني مش ضروري نفوت فيها. هي اشياء خاصه لازم خاصة. اكيد لازم نحكي بشكل فنان. طب لحظه بتبقى مش عامله ولا شيء مليون عمليه وبتساليها بتقول لك انا مش عامله شيء. طب خلص ما قلنا بدنا نقعد نفوت هالقد اقول لك مركبه درس عقل او عامله من خاطر هيدا مش نفوت لجوا. نحن او واحد مركب طبله دينه بس يعني. انت حلوه انت حلوه من اساسك وطبيعتك. ليش نيكول بدها تعمل عمليه تجميل؟ بيكون الفنان بحب هالبروفيل مثلا ما بيطلع حلو بالصوره كرمال شغلك يعني كرمال شغلك. بدك دائما مثلا يمكن تقولي لا اعمل لي مثلا زبط لي هون بدك بيروح بيعمل مثلا شغله لحتى يرتاح من هالوجع. فنانه ما بتنشاف على بكره الصبح بتروح بتزبط لنقول مش انا بتعمل فيلر او بتعمل اشياء تترتاح من انه يقولوا لها اصلك خسه اصلك مش عارفه تحت عينيكي مش عارفه ايه بتروح بتشيل مش بتقوم تاكل ضرب لنقول ما بيطلع حلو بتضطر تصلح ادي تاني عمليه اهو صلحتها فبقوم اتنق. يعني هو على التصليحات طيب. كمان مع بعض كرمال هيك بتلاقي اكثر الفنانين اللي بيعملوا لانه دائما على الكاميرا من عمل لعمل بيتعب تكبر بالعمر على الاضاءه على الميك اب 20 ساعه بتتعب بتقوم بتضطر بدها تلجا لاشياء حتى هيدا الاستهلاك يعيشها تحسن شوي بس ما في هوس العمليات يعني قبل العمليه تروح اعمل بوتوكس اطلع عبي من هون تزبط شوي ويمكن اذا كان اوقات لانه نحن ما بننام وفتره 4 اشهر ممكن بدنا يا اختي مش عم باكل عم بصور طب بدل ما اكل يمكن تروح تعمل انجكشن يه شو المشكله يعني صارت الين اذا بتعمل العمليه احنا مش عم نحاسب على هيدا عم بحكي الموضوع العالم كيف بتفكر نحن ما بدنا زعل يعني ولا زعلاني انا مرتاحه وراضي بحالي ما في مشكله واللي مش عاجبه ما يعجبه المهم انت يعجبك لا ما هو بالنهايه الناس بتقدرك على صراحتك وبعدين ما حدا بيتخبى وراء اصبع كل الناس بتعمل يا رغده انه اللي عامل عمليات صارت الين ومنبوذه شو لكم معها هي راضيه بشكل مشوهه جميله يمكن انا حب عيني انت ما تحبيها ما تعجبك انا بدي احب حالي. بس هو اللي بيستفز اكثر هن اللي عاملين وبينكروا انهم عاملين مش ضروري لانه شفت ما بتخلص من السؤال بكره مرت الجاي بنعيد السؤال وبدنا نحكي في ما بتحترم بتكوني غيرتي ساعتها لانه ايه بالاعلام ما بيحترموا بس هون على هذا الحد بدهم يفوتوا اكثر واكثر ويكتبوا عناوين هذا احراج. طيب ليه بس تكون واحد بجلسه هو واصحاب او مع عالم او بسالون او بشي قاعده بعيدا عن الكاميرا بيقولوا بيعترف بيقولوا اللي عملت منخاري عملت لا بتنقال للناس القريبين ما بتنقال لحدا غريب لا مش بالضروره بس زي الفنان عنده لا. تحفظ قدام الكاميرا حبيبتي اذا كنت جلسه ثانيه بقولها قلتيها لست ما حدك ما بتعرفيها رح تروح تخبرها لجارتها ولنسوانها ما بتزبط اكيد نويت بس اللي ما عنده مشكله وصريح من شو بده يخاف من شو بده يخاف ما عم نقول يا رغده نحن بعصر نقل الخبر والعناوين ما فيك تفوت بهالفوته وكل في حدا بيتخبى وراء اصبعه بس ما ضروري هالصراحه هالقد ما بيعنيهم هالشيء. طيب اول اجر حصلت عليه قد ما عجبك جوابي ما يعجبك اول اجر حصلت عليه ما ضروري تعرفوا هذا الشيء بخص انت برقم ممكن كنت صغيره واول عملت مزبوط ايه مثلا عملنا دعايه كنت صغيره عملت دعايه بلبنان شي 250 ليره يمكن شيء شو عملتي فيها؟ ذاكره؟ لا ما بتذكر طيب ما بعرف اذا امي اخذت طبت لي اياها فتحت لي حساب فيها شيء هيك شيء هيك بالواقع قيمه اغلى هديه حصلت عليها؟ ماديه؟ قيمة أغلى هدية قد ايه كانت قيمتها؟ ما بعرف بس إنه ممكن تكون ساعة، تكون سيارة، تكون
طقم جولري هو ممكن يكون قصر ممكن يكون سيارة بس انا عم بسال شو هي شو اكثر قيمه ما بعرف بقيمتها السياره قد كان حقها واليوم قد بتطمن نيكول شو بكي راغبه كثير عم تحكي اي اقل دوشو قصتك صغار انا هلا بتساليني قيمه بلك الساعه اللي لبستها هي اغلى هديه حصلت ما بتذكر عندي كثير الشغاله ما بتذكر ثمن مين اغلى من اكثر هديه هالقد اول مره انبهرت فيها انا ساليني يا بجي بقول لك ساعه اللي لبستها انت ما عندي شيء معين يمكن ما بعرف يمكن يمكن ساعة ما عندي هذا الإبهار بشيء ما بعرف ما عندي طيب هذه هي ميزانية ملابسي في العام الواحد هلا هذا الشيء بيعتبر للمشاهد استفزاز ما فيك تحكي فيه ما انت فنانة وتحت الضوء بدك تلبسي لا ما ضروري يعرفوا قد ايه هالقد يمكن حط 100 دولار يمكن حط 100,000 ما ضروري اقول لك بالرقم بس اكيد بحط كثير يعني ايه براند لانه شغلنا بده براند ايه اكيد بلبس براند شغلتنا يعني بدها نلبس ايه اكيد بتدفع كثير حقها اكيد كم مرة رفعتي قضية؟ بدي عدد مرتين او ثلاثة في هيك شيء شو مرتين او ثلاثة؟ كسبتي؟ لا مش كله كم عدد السيارات اللي بتمتلكيه؟ سيارة سيارتين سوري سيارتين بس سيارتين بمصر وبلبنان ايه سيارات كثير حلوين كثر خير الله فور ويل ولا سيارات صغار اي نوع من السيارات الاثنين هلا صرتي كمان عندك عائلة السيارة الكبيرة لا طول عمري بحب الفور ويل لكن سيارتين صح؟ صرتي ثلاثة بهيدي المجموعة أسئلة مشهوة بتاعتي وأربعة قبلون وكمان في سؤالين قدي صار المجموع تسعة تسعة صاروا كله عبعضه تسعة طيب ننتقل إلى شخصيات فعنا مجموعة من الشخصيات هلأ رح نشوف صورون في قسم رح بتوجه له رسالة وفي قسم بدك توصفيهم بكلمة جاهزة؟ تنشوف يلا منبلش بالصورة الأولى أو الشخصية الأولى اللي رح توجه له رسالة شو هتطلي الحلوة يوسف الخالي إن شاء الله تكون عرفت تنيمها لبنتك الليلة ليه ما بيعرف ينيمها؟ إنه يعني إنه قصدي إن شاء الله كمان اليوم نهار جديد نكون تممنا شو تممنا واجبنا مين بيهتم بالبنوت أكثر أنت ولا يوسف؟ اثنيناتنا بس أكيد يعني أنا أكثر كوني أم يعني هو إله جليدة يقوم عليها بالليل ويهتم حسب مش على طول ممكن العكس كمان يعني متناوب أكيد إيه دوامات عاملين دوامات في شيء معين بدك تقولي له اياه ليوسف توجهي له رساله لا بس حبيت هذا الساين القلب اللي عامله هيدا كان لل بعته لإلك او ليك ما بعرف مش عم بتذكر هاي وين الصوره انا عندك بحفظ الصوره وبضلني سالته لمين كنت عم تبعتها القلب لا نحن ابعد من هيك اعمق من هيك الله يخلي لي اياه بقول له الله يخليكم لبعضكم الشخصيه اللي بعدها او الصوره اللي بعدها عم سلامة بدي أقول له تحفة تحفة أغنيتك عم سلامة يا حكيم وأنا قلت له ده ويا رب دايما كده أنا بحب حكيم وقلت له إياها بهذا ستيل الشعبي هذا عنده خامة صوت رهيبة وبحبه بهذا اللون وانبسطت كتير لما سمعني الغنية فبقول له مبروك عم سلامة ريهام سعيد شو كانت عم تعمل بهاللحظة فوتوشوت أو شو ما كانت شو بدك توجهي لها رسالة بدي أسأل سؤال شو كانت عم تعمل بهاللحظة عم توجهي لها سؤال إيه قصدي بهاللحظة شو كان هيدا فوتوشوت العباية أو هيدا الزي اللي لبسته كان لتصوير أو مش قادرة أفهم بس فوتوشوت على ما أعتقد أنه كان فوتوشوت دقت لك هلأ قالت لك هالشي ولا محسن عم بيقول لا محسن ولا أوكي. حدا بس بتخيل من خلال هالوقفة إذا بدي كلنا نوقفها للتصوير ممكن ننتقل إلى الشخصية اللي بعدها رزان إن شاء الله تكون عم تستمتع بأمومتها لأنه هي كمان صارت أم أوكي نصل إلى الصورة الأخيرة أو الشخصية الأخيرة معنا دولي شاهين دولي شاهين شو بدي أقول له شو بدي أقول له ما عندي شيء معين إلا إياه شو قولك بالوقفة؟ هيدي كمان فوتوشوتين ها؟ تصوير شو بك تقولي على دولي؟ في شي مسج؟ في شي رسالة؟ في شي بتحب تقولي لي بعد ما أتيحت لك الفرصة؟ اليوم الفرصة قدامك لتقولي على الهواء لا ما عندي شي مهم إلا ما في طيب
من هالشخصيات اللي شفناهم بجازيون رسائل رح نشوف كمان مجموعة تانية، بس رح توصفيهم بكلمة واحدة، ما بدي شرح كامل. يلا. زعيم. فتحة الخير بحياتك. الصورة اللي بعدها. أحمد حلمي. زكي. زكي. اللي بعده. غزالي. كاركتير. اللي بعده. بشار الأسد. عند. عنيد. في عند. عم بحكي لحالي عند. حالة من حالي من العند. يمكن تكون ما بستطرد، عم بحكي لحالي مثل ما بقول حالة زكي. العند. اتهموك كثير نيكول؟ اتهموني؟ ايه اكيد دايما. قبل ما ننتقل لمجموعة اتهموك، خسرت نقطة بهيدي المجموعة للصور بوحدة منهم. يلا إلى اتهموك. اتهموك بالإساءة لشباب 25 يناير بفيديو بتظهري فيه وانت عم بتطالبي بتسليم السلطة لمجلس الشعب. اوكي، مشي كانت لحظة عفوية ويمكن ما كنت هالقد فاهمة أبعادها، مثل ما لما بقول انه فعلا السياسة، فكانت لحظة عفوية وقفوني لأولى يعني، وما كنت فعلا مفكرة أبعادها وما كان لازم فعلا أقوله. ما ندمان عليها؟ ندمان إنك ندمان، ما كان فيها، ما بتقدم وما قدمت لي ولا أخرت لي. بس كان فيها بلاها لأنه فعلا ما ضروري نفوت بالسياسة هالقد، مشان هيك اليوم ما بقى بتصرحي سياسي. ايه ما ضروري، مش بس انا، لانه شفت نماذج لفنانين تانيين كثير اساءت لقالهم هيدي الشغله، انه حكيوا بالسياسه انه ضرتهم ما فادتهم. خلصوا. اتهموكي باثاره غرائز الجمهور بسبب ملابسك بالحفلات، وفي صور كثير اتنقلتها وسائل الاعلام والصحافه المكتوبه وصور لإلك، وقامت القيامه وما قعدت. زمن الافتراء بعيد عني. شو صار؟ زمن الافتراء بعيد عني. لا، زمن الافتراء ابو جنب يعني. هذا حكي شو بحكي سخيف، شو بوقف عنه. لا لا، صورة لإليك. لا لا، حكي سخيف، لأنه إذا بدنا نفوت نجوجل شو عم بلبس رح تلاقي ما لا ينطبق هذا الشيء على هذا الشيء. يعني هذا الشيء ما عدلتي، ما غيرتي نيكول، يعني بإيد اللي أنت بتلبسيه بتلبسيه. لا بس يعني مش لو... دايما، ما كل مناسبة بعطيها حقها بلبسها. مثلا الفستان الأحمر اللي لبسيه بإحدى الحفلات فلنفترض، واللي كمان شفنا صوره على ال... شوفي كمان غيره. ايه. والمشكلة شو بيختلف يعني؟ أنت بتقصدي بالحفلات الفنية إنه عندك الفرصة تلبسي اللي بدك إياه؟ بركي واحد كان بفترة ما يلبس، غير ستيل لبسه، غير ذوقه. هلا اليوم طيب. أنت بعدك تلبسي بنفس الطريقة ولا غيرتي؟ ما خلص غيرت، بحب البسه، كل مره حلوه بتحب تلبس اشياء تجملها وتبين جمالها، بس لما بتكبري اكثر وبتنضجي اكثر بتصيري تعرفي انه لا، يمكن فيك تلبسي شيء حلو ويبين جمالك من دون ما يكون يمكن هالقد بين تفاصيل بجسمك يعني. أكيد. من دون ما تبيني تفاصيل. صح، فما فينا نضلنا نوقف دائما، قصدي على هذا السؤال من 5 سنين لليوم. خلص ما في مراحل عم تتغير، في الفنان كمان عم بيغير، شوفوا هيدا التغيير. بس برأيك هيدي مش صبغة بترافق الفنان او حيلا شخص تحت الضوء كل حياته تتغير؟ لا، من برا بيركب له اياها، مش هو حاملها وماشي فيها. لا بس ما عم احكي، مش هيك عم اقول لك انا صبغة بترافقه كل حياته. لا، الناس يعني لو جربت تعدلي بهذا الموضوع او ايه؟ هيك اسئله انتوا بتركبوها. ليش نيكول انت برايك انه الصحافه اليوم، لانه الفنان بيكون عمل اللي عليه وغير يمكن ستيله او ذوقه كذا، بتكونوا انتوا يلا بتسالوا بعدكم نفس الاسئله، فما بتكونوا غيرتوا من شيء. ليش ومنشوفه اوقات اذا بدك مشى بستيل معين فجاه رجع لستيله القديم، منشان هيك بقول لك الصبغه بتضل مرافقته. شو رجعت لستيل القديم؟ يعني مش انه عم بجرب ينس الناس هالخبر مثلا او ينس الناس هيدا الشكل. منه خوف، انا ماني مضطره اعمل شيء اذا انا مش مرتاحه فيه، مش لكرمال الناس تخاف او ما. اخر همي مهم انا اكون مرتاحه قناعتي. انا بلبس اللي بدي اياه وبغير امتى ما بدي او ما بغير، بس ما فينا نضلنا واقفين، قصدي على الاسئله، قصدي هذا يعني في تغيرات عم بتصير شوفوها. ايش انت اصلا مش عم تشوفي كمان انه بعد مواقع التواصل بعد مركزه على هيدي النقاط؟ طيب شو بدي اشوف الفنان وين عم بيتغير، اعطيه حق لما الفنان عم بيتغير. يعني مواقع التواصل نابعة من وين؟ من الناس، بس من الشعر. شوف الفنان انه عم بيغير. أنا يا رغدة، انا معك، انا معك. ما فيك تساليني هيك سؤال يوم، اذا انا مثلا صار لي طلعي لي كل اللي لبسه مثلا مؤخرا وما تشوفي شيء، لكن ليش عم تساليني هيك سؤال؟ لانه ما زال على بعض المواقع التواصل الاجتماعي اللي بتطلع صوره نيكول سابا مثل ما بتطلع صوره فلان، او في بالارشيف اشياء مكدسه لازم تتجدد. بتطلع بدك تسمعي تشوفي اجابات الناس من
هن بيتابعوا لي الابديتنج لصوري ويشوفوا الليتست تبعي وينزلوا الجديد وشخص انا عم بحكي غير هيك وردود افعال الناس عليا بتجنن الحمد لله وبتعقد فوت اشوف صوري كلهم عم نزلون اعطينا شو الصوره هلا بتحطيها بهالنيكال رد علي سؤال كل اللي بتشوفيهم على الانستغرام انا عم بقول لك انا عم بقول لك انا في عنك عنك انت انا بشوف على الانستغرام ايه شو برايك ما في ناس بتطلع بتسب حبيبتي احكيني على الصور اللي انا منزلتهم احكي عم تسالين عن ستيلي ايه طيب وين شايفه ستيلي هلا شيء منه شو ما بالضروره بالستيل اللبس ممكن لكن تكون بالشخصيه اوريدي في قناعه خاصه هن قناعه قناعتهم ما بت مرسخ عند اذهان الناس ما بتعني لي قناعه الناس ما بتعني لك أكيد. ما بتعني لك إيه؟ بس في قناعه انا عم اقول بتكون موجوده عند هن مرضى هن مرضى مش معناتها انا مش مزبوطه هن المرضى مش انا اتهمتك دولي شاهين بالترويج لنفسك انك نجمه لبنان الاولى ولكن ايرادات الافلام والبرامج والحفلات بتقول هي اللي بتتكلم في مصر خليها تفوت بجوجل وتشوف شهر بعد شهر وجمعه بعد جمعه شوف لك كل حفله كل شيء مش عندنا اونلاين كل شيء موجود تفوت جوجل وتشوف مش عم جيبوا من بطني اوكي مش مجوجله مزبوط ما هيك هاي في غلط بالواي فاي ما كان مهاجمة كثير من فنانين انت نيكولي لا بعدني ارحم من غيري بكثير شوف شوف الصراعات والحروب بين فنانين ثانيين بتقولي طب ليه 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 هالوسط فيه هالقد مشاكل؟ ليه في وجع راس؟ ليه في قال وقيل وعمل لانه تحت يعني مكشوف وتحت الاضواء منه مين قال لك يمكن بغير مجال ما في هذا الشيء بس كله تحت الطاوله نحن لانه اونلاين وكله على العلن اتهموكي بتقليد نانسي عجرم هي وحامل بشو؟ ما في حلاوة إلا ببعلبك يعني. صور ما في حلاوة إلا أنا كنت السباقة نزلته من مش بعد مش سباقة أنا قلت أكثر حدا هالقد عملت أغلفة مجلات وكنت ونانسي كمان كانت بوقتها بس لما كانوا متابعين قالوا نانسي نزلت قبلك أنت وأنت مش غلط أنا ما قلت سباقة عم بحكي أنه أنا يمكن أكثر عشتها كفرز وكتصوير وكحفلات ما قلت انه شو كمان هلا بدنا نوقف على الاشياء انه حدا عم بيتعدى مين الاول وانا الثاني وانت الثاني عم نحكي الناس هلا في قصص وقف عليهم عن نقطه واحده لا بس لانه عم نوضحها كثير طيب صوره سميره سعيد صوره سميره سعيد لحظه صوره سميره سعيد ايه حطي صوره لك وصوره لسميره سعيد شو خاص وها هي نيكول سيبا بتعمل نفس جلسه التصوير اللي عملتها سميره سعيد اللي انت بالسياره ولبس الفستان في حلاوي الا ببعلبك وكرغد هذا مطعم لبناني نفس السياره يا جماعه وين المشكله توارد الافكار عم نسال سمعتيها بوقتها اليوم عم تسمعي اول مره رح نعش لك ذاكرتك تشوف الصوره هلا على بليز نعشي ليها لانه نشف عروق راسي طيب رح اطلب لك كبايه مي بس انا كمان بدي مي بعد الوقفه الاعلانيه وانا اعود لمتابعه حديثنا مع نيكول سبا ونصل إلى الفصل الأخير من حلقتنا لهالليلة مع ضيفتنا اللي بحبها كثير وعلى المستوى الشخصي نيكول سبا أنا كمان حييكي وبعيدة كثير عني بس قريبة من قلبي أكيد وأكيد اليوم بإجاباتك وصراحة كمان نيكول بتعرفي إنه بتقرب المسافات بين الفنان وبين جمهوره والناس اللي بيحبوه بيتابعوا أخباره بلاقوها لقد واضح وصريح مش هالقد بتطلعوا بتسيبوا كمان ونقعد نفتح حديث هلا أنت متقلي الليلة ماشي الحال ماشي الحال طيب هون عندنا مجموعة من الأسئلة فيها شوية صراحة وفضفضة أكثر يعني من إيه أكثر من أكثر من اللي قلناه عادة بعيد عن برنامج مثل هالنوع مثل برنامج 100 سؤال أنت لمين بتخبري أخبارك وبتفضفضي لمين؟ ليك تعلمت شوي مع الزمن إنه ما بقى فضف يعني كان عندي من زمان كثير إنه مش لازم أحكي تعلمت إنه سيستم حالي لا في اشياء لازم ما انه اتعلم ما احكي او اقعد احكي بربش لحالي بالاوضه لوحدي هلا اكيد امي هي اقرب حدا يعني بس كان عندي قبل انه احكي وخبر وناس بوثق فيها او ما بوثق فيها تعلمت انه لا ما بقى تقولي لحدا استمت ايه عندك صديقه مقربه لا. بتخبريها ما لا. في الحمد لله يعني اذا بدك رفقه اكثر اي 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 ما عارف اذا شيء طيب لماذا اوكي هو بعنوان هلا محطتنا التالية في عندي سؤال بدك تجاوبين عليه ليه اعتذرتي عن مسلسل مولانا العاشق لانه كنت مركزه بألف ليله وليله وكان عندي كمان مع هاني سلامه مسلسل الثاني ف بصراحه ما كنت بدي كثير عشقها يعني لضيق الوقت يعني ما عندك وقت كافي لماذا هاجمتي برامج اكتشاف المواهب وقلتي انها موضه ورح تنتهي والنجم هو المستفيد الوحيد ثم شاركتي ببرنامج نجم الشعب وليش ما بدي استفيد؟ غيرت رأيك يعني غيرت رأيك عم بقول الحقيقة ما قلت شيء غيرته عم بقول اللي هو
مش هو اللي بيطلع يلا ما زلها ترن ماشي انا بدي امشي طيب وليش يعني انا ما بستف اذا بدنا نحكي هيك هلا بالمعنى ايه. بس انه هاي الحقيقه بالنهايه هن الفنانين اللي بيستفيدوا انه للاسف بيطلع دائما المشتركين اللي بيربحوا ما بتلاقي يعني قليل في كم حدا بلا اكيد في كذا فنان كملوا بالبرامج النجاح ومحمد عساف في كذا حدا بس مش كلهم مقارنة بالكم يلي عم ينعمل من البرامج بتلاقي دائما اللجان التحكيم هن اللي بياخذوا السكسي وتسليط الضوء عليهم كيف بيحكوا مع بعض وكيف بيمزحوا هيك يعني والتجربه كيف بتقيميها؟ حسب اي هون يعني في عندك اشياء كثير ناجحه كاكتشاف المواهب بالبرامج بشكل عام يعني تجربه حلوه حلوة بس مثل ما قلت لك يعني هي ايه اكيد النجمة اللي فيها بالمقام الاول هلا قولي لي رجعينا للماضي ونكشي بدفاتر القديم وغيرها بركي للمرة الأخيرة حتى ما تزعلي بقول لك اياها بطريقة لطيفة، شو قصة الإشكال اللي صار مع تامر حسني وقت دخوله السجن ونزلت أغنية شكلك عامل عملة والبلبل اللي صارت حواليها نيكول، هل كان عن سابق تصور وتصميم ولا كان ترتيب للأجواء أكثر بينك وبين تامر؟ شو أنت عن سابق تصور وتصميم شو؟ إنه نزلتيها بهيدا التوقيت، هيدي الأغنية اللي كتبها ولحنها لا اكيد لا ما في هذا الحكي تماما شو خص موضوع السجن وشو انه اثاره للجدل او تستغلي الموقف اللي صار لا 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 ما فيها النوايا السيئه ولا هالضغينه ولا هالبليز ما فيها السواد بليز انا ماني ابدا بالعكس تامر انسان بعزه كثير وهو بيعرف هذا الشيء ما خص بالعكس شو خص عامل عمله بموضوع مين ربط شو جاب هي لانه كان هو بعده عامله ودخل السجن ونزلتيها بهذا والله اللي مطلع هالسؤال كثير دماغه شو بدي تحليلية يعني تحليلية كبيرة كارثة مخربة مش تحليلية مخربة ليه ما سمعتيها بوقتها كمان أثارت الجدل ولا مرة أول مرة بسمع إنه موضوع تزامن عرض عمل عملة الأغنية نزولها إنه شو هذا الحديث أكيد لا ما لها علاقة ليه ما شاركت بالزيارة أو ما رحت كثير يعني لا لا هو هذا الموضوع تحديدا ليش ما شاركتي مع زوجك بأي عمل حتى الآن؟ لعدم يمكن الورق توفر الورق الحلو والتركيبة المضبوطة اللي بتجمعنا لشو بيقولوا لنجاح هالجمعة لأنه اليوم شو بيقولوا توقع الناس لهيك جمعة عالي فبالتالي لازم ما تخذليهم لازم يكون مدروس كسيناريو عم بحكي كقصة كتركيبة يمكن تكون كوميدي يمكن تكون دراما يمكن تكون رومانس ما بعرف يمكن تكون اكشن فهيدي الاسئله كلها هي بتعمل قلق وهي اللي عم تخلينا ناخذ وقت بهذا المشروع نعم لماذا قمت بتصوير دورك بفيلم بابا تقريبا بعد مرور 3 ايام على رحيل والدك قدرت تتخطي حزنك وتشاركي بهذا العمل لا كنت مرتبطه فيه وكنت ملتزمه فيه ما بتذكر قد ايه هالقد كان قريب من هالموضوع كانت 3 ايام تقريبا متوفي والدك ايه بس بتذكر كنت مصوره يمكن قبله يمكن شوي او مش يعني كان في لبنان ومصر كان في تصوير لقلب مصر وبلبنان بفتكر كنت مصوره يلي بمصر وكنت جا بقلب العمل فكان لازم اني كمل وكانوا نازلين فتره زمنيه قصيره يصوروا فيها ببيروت ما كنت بقدر وبعدين ما حدا بيقدر يحكم على الانسان بهيك ظروف من الشكل الخارجي يعني ما حدا بيعرف يعني ممنوع ما دائما السؤال انه كيف ممنوع حد يكون جادجمنتال ممنوع كيف بيقدر واحد يتخطى هذه المشاعر هذا الشيء بيعني لي وممنوع الاخر يكون بيحكم علي اذا انا هذا الشيء بفسره قله انسانيه ما ضروري عم اقول انا الحزن عاده كلنا بنحط بمواقف بتكوني انت منك انت بس متوقفه قدام الكاميرا لانه شغلك لانه شغلك في ناس لما تكون محاطه بالناس بتطلع من 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 مشاكلها وفي ناس لما بتقعد بالاوضه لوحدها بتفسر انه هيك عم انت كيف ما لازم انا بحتفظ لحالي كيف بقدر انا اقطع مصاعب وكيف بقدر اتخطيها كل انسان عنده طريقه مع نفسه لا وبعمل بيحمل عنوان بابا يعني قديش كان لا هي كمان صدف ما خص لا عم اقول لك قد ايه بيكون مؤثر كمان ولا ما اثر عليك الانسان بيكون عنده طريقه بيعرف كيف يسستم حاله كيف يتغلب على اشياء ما بتتفسر يعني طيب شو اعطينا نصيحه نيكول بركي ناس ما عم يقدروا يطلعوا منها برايك شو النصيحه للانسان يقدر يتخطى مصاعبه بالحياه شو هي لك بيرجع للكاركتير تبعك في ناس اقوى من ناس في ناس عندها عالم خاص بتخلقه بتعيش حالها فيه لتطلع حالها من حالة ما بقى في تركيبات يعني كل انسان عنده
طريقة ما بقدر يعني هالقد فوق يعني ما بترجع لتركيبة الشخصية يعني ايه اكيد بين في ناس ضعيفة في ناس ضعيفة بتستسلم وما بتقدر ابدا تقبل انه تكمل حياتها وبتوقف هون وفي ناس لا بتتحدى وما بتضعف في ناس اذا ببكيوا 100 دمعة بفرجوك انه هن ضعاف ما هذا منه عبرة وإذا بتشوفيني بتقولي يا شو قوية وما بتحسي لا ما خلص بس ما حدا بيعرف شو في جواتي ايه هذا اللي عم بقوله أكيد أكيد ما حدا بيعرف واحد بس يروح عم خد بكون عم بيتدمر بس يمكن الحياة بدها تكمل إنه ما حدا بيعرف ما بتقدري تعبري عن هالشي ليش ما حضرت عرس أختك نادين؟ ليه ما ليش عم بنسأل هذا السؤال؟ سألتك أختك معقول ما تحضري عرسها؟ ما ضروري أحكي بهذا الموضوع ليه لا؟ شو بيخصني عائلة يعني ما ضروري أحكي فيه سؤال لكتار سألوا إنه معقولة نيكول ما كانت بعرس أختها؟ نعم لأنه كان عندي حفلة برا بس إنه ما ضروري نفوت هالقد كمان بموضوع أولاً كتير قديم يعني ما ضروري كمان أرجع أحكي فيه ليش اللبنانيات اللي بيشتغلوا مع بعضهم خارج الوطن منحس في ضغائن كتير بيناتهم؟ ليش في موضوع الغير كتير بيكون مسيطر؟ هي بترجع من الأساس من الأول ما فيها اللمة يعني هيدا اللمة على بعض يعني ليه بتقول المصريين بيلموا على بعض؟ بيلموا على بعض نحن من الاول ايه ما بيلموا على بعض غريب ومش حلو ولانه صار هيدا مثل مطل مش حلو عم ينقال عم بيتكرر يعني ايه ما انه حلو من الاول ما بعرف ليش موجود هيك يعني من قبل كل حل واحد ما بياخذ الا رزقته صح اكيد يا ريت الكل بيقتنعوا بهالشيء قيل وقلت في اشياء حكيت وفي اشياء انت حكيتيها شو كيف حاسه ماشي حالك لا تعليق قلتي انه مريم فارس هي فنانه استعراضيه فقط صح فقط قلتي انها فنانه استعراضيه فقط بس كل لا. اللي تبعها بمسلسل اتهام عرف انه قدرت تثبت حالها كموهبه فنيه تمثيليه شو رايك هذا الشيء احدى التصريحات سؤالتي عن مريم فارس وين وكيف لا اتاكد انا ما في لك لا ما قلت هيك طيب اذا طلعت لك التصريح وجبت لك امتين وباي مجلة ذكر فيه لما بتقولي عن فنانة انه بس فنانة استعراضية مثل مريم فارس ثبتت حالها لا بس بدي اسال انه برايك ما ثبتت حالها تمثيليا قلت انا قلت شيء غير هذا الشيء لا انا هيك قلته صح فنانة استعراضية يعني فقط هي إيه؟ اصلا استعراضية واليوم بتغني من بعد يعني اذا استعراضية بتغني يعني كمان مش انه ما بتغني استعراضية وبتغني بس. وما مثلت قبل واول عمل لها عملته كيف شفتيها كيف شفتيها بالتمثيل اثبتت حالها فيه اكيد نجحت بس يمكن انا بفضل شوفها اكثر بكادر الاستعراض يعني اكثر بس انه عملها بتلاقيه كان عمل جيد صح ايه قيل انك رفضت الظهور مع سوريه نسرين طافش ببرنامج ريتنج رمضان صح غلط ليه ما طلعتي معها بالحلقه لانه صار ما خص هي شو خص هي وهي شو خاصة شخصيا يعني ما قلها موضوع بيني وبين القائمين إذا بدك على البرنامج يعني بس موضوع بيني وبينهم ما خص أي طرف آخر يعني. طيب قلتي بعرف أمتين بظهر أنوثتي وأخشى التقدم في العمر رح تعتزلي لما تتغير ملامحك نيكول ولا بتضلك تكملي بتلعبي دور الأم والجدة يمكن قبل ما أوصل لهالمواصيل ما حدا بيعرف يمكن قبل ما أوصل وقف ما خص العمر مش هو الشكل اللي بيرهن اني انا وقف على شكلي لا ابدا رهن القناعه وقد ايه بعد بتعطي من جوا بذهنك وبفكرك وبكل اشياء مش الشكل بتخافي من الشيخوخه بتخافي من كلنا بنخاف كل ست وكل رجل الرجال بخافوا اكثر من الستات كمان ولا طبعا بمصر ولا بلبنان بكل العالم قلتي الاقبال عندهم على البوتوكس يعني اكثر من النسوان بس تكوني عندك الحكمه لا عندك فكره وعلى الفيلينغ عرفتي عندك فكره فمش عن النسوان واقف قلتي يلعن داعش واللي جابن شو ذنب هالارواح يلي عم بتروح على الفاضي يا رب نظف هالارض من هالوساخه ما ترددتي باللحظات انك تعبري عن رايك اللي فيه جرأه كمان كل الناس بتعبر بهيك مواقف كل الناس بتعبر وما حدا بيخاف ما عم نقول شيء نحن من شو بدنا نخاف بالعكس نحن اليوم صرنا بزمن بنقول صوتنا على صوت عالي كل الناس اليوم بتعبر بثانية على أقل موقف ايه بس بيخافوا على حياتهم بيخافوا من التهديدات عمر الشقي بقي هيك بيقولوا بالمصري بس لازم اليوم تخافي على حالك أكثر من قبل صح؟ وقت اللي بده يقول شو بيقولوا وقت اللي بده يجي الأوان بيجي الأوان يعني هذا موضوع ثاني يعني
يعني بعدك لليوم عندك هالقد جرأة تقولي كل شيء نيكول وتعبري عن رأيك؟ ما بتعملي حساب انه انا اليوم ام؟ ليش قلت لك انا قلت لك ما بدي احكي بالسياسة لانه السياسة بتضر الفنان. ما يعني ما كملت وقلت لك لا ما بهمني وحكي بس هذا معناته لا ما بقول كل شيء. بس حكيتي كمان عن طلعت ريحتكم ونزلتي هاشتاج وحكيتي كيف هذا حال كل الشعوب اليوم بتنتفض بالثورات ببلادها على نظام مش حبته، كلهم عم بيطلعوا يطلقوا صرخات ويعبروا عن مواقفهم. شو انا بس هلا عم بطلع على الهيرو يعني؟ نزلت بالمظاهره انا اللي عم بطلع هلا هيرو؟ لا نزلت بالمظاهره. ليه ما نزلت؟ لانه اول شيء كنت بحاله، اذا بدي اقول لك عم براقب، كنت اول شيء وبعدين مزبوط المسار اذا بدك الخط تغير فاتوا، يعني بطل الموضوع مثل ما كان مبلش واخذ غير مسار شوي، فاتت الفوضى واذا بدك نسميهم دخلاء صاروا، فالموضوع بطل واضح، فقلقت لانه حسيت انه لا الموضوع صار رايح بمطرح ثاني. فيعني كنت اذا بدك عم بتروى تعمل هالخطوه وهالمبادره اللي هي واجب على كل مواطن اكيد يعملها يعني. حتى كان عندك رده فعل على قوى الامن اللبناني، كيف تصرفوا مع المتظاهرين باي شكل؟ قلت يا للعار يا عيب الشوم. ايه لانه بتشوفي اوقات هجوم على ستات او على شعب عم بيطالب بابسط الاشياء وعم بيطلق شو بيقولوا عم بيصرخ على العالي بموقف بتلاقيه بيتهاجم عليه لانه في اوردرز جايه من فوق. فبغض النظر مين هذا اللي عم بيهاجم، اي اليوم مشكل لما تلاقي واحد عم بيتعدى على الثاني بضايقك هذا المنظر بالوقت اللي بيكون الثاني معه حق فيه. ليه؟ لانه هذا بس هلا عنده السلطه، فهذا مش حلو. طيب برايك المشاركه الفعليه على الارض كمان ما بتدعم اصحاب الحق، يعني اللي انت مؤمنه بقضيتهم؟ برايك اذا شاركتي ونزلت معه؟ ما قلت لك مبلا وقلت لك كان عندنا اكيد النيه، بس من بعد اول مظاهره صارت انا كثير كنت متابعه دغري، ثاني مره بلشوا يفوتوا المشاغبين اذا بدنا نقول، فتغير كل الموضوع، فقلنا لا الموضوع رايح بمنطقه ثانيه. انحكى كثير عن خلافات بينك وبين منظم الحفلات وليد منصور، ليه؟ مين؟ وليد منصور. لا حبيبي وليد منصور ما صار في خلافات انت وياه؟ لا بعدنا هلا من فتره عاملين حفله سوا وعندنا كمان حفله مفروض لجامعه بالايام الجايه. لا وليد عادل معك؟ عادل بتصرفاته معك؟ عادل بالاجر يعني اذا ما نقارن وليد يعني اذا بده يجيب فنانه ثانيه مثل مريم فارس مثل مايا دياب مثل غيرهم، نيكول حصتها كبيره ضمن هالمجموعه كمان بمصر؟ الحمد لله. ايه طبعا. وليش دائما في قصص وفي حركشات بهيدا الموضوع؟ لا والله مريم قبضت اكثر من زمن الافتراء بعملها هاشتاج زمن الافتراء من بعد حلقه اليوم عايز اعمل هاشتاج زمن الافتراء هيدا عادة لك الحكي دائما موجود والبلبله وقيل وقال وقال، نحن مش بفقره اسمها قيل وقال هلا هي قيل وقال فظيعه بحلها جبتيها يعني. مين منافستك اليوم على الساحة الفنية نيكول؟ أي حدا ممكن لاقيه بيقدم عمل حلو، يمكن بيجتهد أكثر مني، يمكن خطواته أسرع مني، يمكن أنا أوقات بكون أبطأ بإصدار عمل، يمكن غيري بيسبقني، يمكن بيعمل ما بعرف ديو برا أو غني، ما بعرف، يمكن هول بيعتبروا أكيد بينحطوا بإطار أكيد المنافسة ويمكن بيزكسكوني أكيد بزكسكوكي اكيد بزكسكوكي لدرجه مثلا انه جمهور مايا دياب على صفحات التواصل الاجتماعي اكثر بكثير من جمهورك؟ وين؟ تويتر، انستغرام، لا ما بتخيل، ما في هذا الفرق اللي عم تحكي فيه، ما بتخيل يعني. ما معي خمين، ما بتخيل في فرق، لانه انا بعرف عندي كم كبير كمان على انستا وعلى تويتر. بلا ومش الرقم يا رغدة، مش الرقم اللي بيقرر يعني، بعدنا عم نحكي مش الارقام هي اللي بتحطك بالمراتب، سوري يعني. اي بس في ناس بتنطلق من الارقام صح؟ وانت ذكيه وبتعرفي كثير منيح انه في ناس بتنطلق من الارقام. انا عندي صفر وانا مقتنعه وانا راضي، حدا قاله معي؟ انا مرتاحه راضي. ما بيعني لي الامر، ما فيهم يشتروا ويكبروا الارقام، مش انه مش هالشطاره اكيد يعني ما. ابدا، بعدين ما خص، بعدين خص انت شو عم بتقدمي، شو عم تشتغلي، شو ارشيفك اليوم، قد ايه لك مبلشه، شو السي في تبعك؟ يعني في فنانين بيشتروا فولورز وتابعين يعني لالهم؟ اكيد في. ايه ولا وباعداد كبيره. ايه اكيد. انت انعرض عليك تدفع حق فولورز؟ ايه بينعرض. ايه اكيد. ايه انت قد ايه عندك فولورز اذا بدنا نحكي شوي انستغرام؟ عندي 700 وشوي. 780 على تويتر. على تويتر. والانستا فاتت على المليون. طب صفا رقم
اذا بيقولوا بالعرق كثير الحمد لله كله حقيقي مش فيك اكيد هيدا منه مزيف طبعا حقيقي لا طبعا انت علاقتك جيده مع سيرين اليوم ما عاد مثل كل اي حدا ممكن يكون اعرفه بالوسط يعني طب هي قالت انه التقيته بتيار وما سلمت عليها ليه ما سلمت عليها لانه يمكن ما شفتها هي بتقول انك شفتيها شفتك انك شفتيها يعني بدك تصدق طب صدقي شوف لا عم بسال انا عم بسال عم بجاوبك يعني اليوم انت قد ما تكوني بالطياره او باللونج بالمطار بيقطع يمكن فنان اذا ما شافك يعني انه تجاهلك يعني ويكون ما عرفك بركي هي ما كانت كثير مزبطه حالها درجه ما عرفتها انه هي شو عرفني بركي كانت لابسه عوينات وما بعرف حتى كبشو شو عرفني كيف هي ما عرفتها جريمه تكون هالقد تنطر اذا بشوفها الثانيه والثالث والرابعه ساعتها تقول يمكن انه انا قصدت يعني ما معقول اربع مرات شوفك وساعتها وما اعرفك بس من مره بيجوز انه ما اكون عن جد انتبهت لك انا هلا بيجوز عن جد انك ما تكون انتبهتي لها ايه اكيد يما اليوم بطلع بالطياره ولا بقطع حد ناس انا ما بكون بعرف ما يعني ما بكون منتبهت لهم انا بمشي بفوت ما بتطلع يمين وشمال بغاروا منك مش ضروري ما ضروري ابدا بغاروا من نجاحاتك بمصر وانت سبقتيهم يمكن هن كمان ناجحين ومهدت الطريق مهدت الطريق للكتار اكيد بيعقصهم هيدا الشيء مهدت الطريق للكتار لانه كنت قبلهم مش مهدت ما كانوا هالقد لما كانوا يسمعوا نيكول سابا بمصر وكذا ما كانوا فاهمين او فاهمين مصر يمكن شو هي بس اجوا بلشوا يفهموا شو يعني لما الناس يقولوا دي بتاعتنا ودي حبيبتنا ونيكول مصر فهموا شو استحقوها يمكن بركة يعني المشوار بس مش معناتها مش ناجحين يا المشوار منه هين يعني يا رغدة اليوم صح. اذا حدا انجح مني بلبنان مش معناتها انا ما برضى بهالشيء وما بنام الليل وبتحرق مش هالقد المواضيع ابسط من هيك بالحياه كل انسان بياخذ نصيبه بالمكان المناسب وقت الله بده يمكن بكره تقلب الايه صير انا يمكن نجح بغير مكان والناس تنجح بغير مكان قد ايه انت ما بتعرفي تمثلي بالحياه انا قد ايه انت حدا على الكاميرا شيء وبالحياتك العاديه شيء ثاني انا كثير حقيقيه كثير حقيقيه يعني عبالك تنفعلي بتنفعلي عبالك تضحكي بتضحكي عبالك تبكي بتبكي جدا بس هيدا الشيء على المدى البعيد ما بتحسي بيأثر عليك حبيبتي انا بالبعيد ابعد من هيك بدي لا أفتك. انا بالبعيد لانه انا مش اليوم بلشت يعني هذا السؤال فهمت. كنت بسمعه لو فهمت. انا بلشت لما كنت مثلا من 15 بس سنه بس لو بدي يضرني ما انا بالبعيد في مع العمر نضوج في مع العمر تروي في بعد العمر كمان حسابات بنعملها اكثر اوكي يعني القصص وين انا ما عندي حسابات او هلا تروي باللي انا بحكي انه الانفعالات الزايده بالعكس هيدا قمه شو بيقولوا حقيقتك اليوم لو تطلعي اليوم لما تطلعي تكوني انت كثير لوح مثل ما معظمهم بيطلعوا طيب فرجوا انه هن كثير رايقين ومثاليين بالعكس هذا قمه التصنع وللاسف الناس بتتاثر بهذا الشيء مش هيك قلت لك ما عم اقول لك قديش مثل ما بيخافوا يعملوا ادوار إلى ابعاد ومركبه حتى ما تنهز صورتهم قدام الناس ويكرهون ما بيعرفوا انه في فنانين شو بيقولوا اسسوا بهالكادرات مثل فنان عادل هو الناس اللي اخذوا دور الفيلن والفنانه حتى زوزو نبيل كمان كانت تطلع بادوار شر هيك اسسوا هون لا بدنا نطلع دائما جنب الحيط دايما نحن الضحيه ودايما طيب برايك مش كومبلمنت من واحد بقول لك انت ما بتعرفي تمثلي كثير اكيد طيب هذا الشيء مش لازم يزعلك ابدا لا بالعكس اوعى انا ماني زعلانه انا لما بتغير وبطل انا هيك بقعد بالبيت لانه رح يبين ورح افشل لانه لا رح بطل ابسطك بالحديث معي ولا الناس رح تستمتع فيي ببين علي انه انا فجاه صرت غير وحده ما بقبل حالي وبعدين انت بتشبهي حالك يعني صح طيب قلتي انه بلبنان في كثير محسوبيات بين الفنانين وفي كليكات وفي مجموعات بتشتغل مع بعض البعض وهذا الشيء لمستيه من خلال انت تعاونك بلبنان يوسف ما عنده مشكله من هذا النوع انت عندك هذه المشكله مشكله المحسوبيات لقلك لانه هو اكيد مؤسس يعني كل واحد مؤسس بمكان خلص انطلق عرفت كيف بس لحتى اذا بده يرجع يفتح سوق بمكان اخر الفنان اكيد بده يكون محدود عليه عن اللي سابقه فهمت شو قصدي؟ انه انا اليوم عم بعرف هالكوميونتي علي بدي اتعب حتى اغرس فيها لانه اللي قبلي فيها عادي بس المفروض يكون يوسف من محسوبياتك يعني ساعتها هو اللي يساعدك
ليه؟ لا لا هو كمان أسس قبلك مثل ما عم تقول. لا نحن عم نحكي محسوبيات ايه؟ أنت منتجين على كتاب صار عنده اسم كمان بيقدر يقيس. لا مش ممثل، محسوبيات الإنتاج أو كتاب أو مخرجين مش بتمثل. بس أوقات بتصير كليكات كلها مع بعض البعض، بصير هيدا المنتج ما بيجيب إلا هذا الممثل، والممثل ما بيجيب إلا هالماكيور والماكيور، عرفتي دايرة كلها. لا هي مبلشة أكثر من المنتجين وكمليها مع كتاب ومخرجين، يعني هيك مبلشة منتجين أكثر من ما هي ممثلين. في شيء حابة تحكي فيه بعد؟ في شيء بعد ما سألتيني إياه أنا بدي أسألك في موضوع بعد ما حكيتيه سألتيني إياه من الخاص للعائلة. خليني أسألك سؤال أخير. ليش بنتك هالقد مخفيتيها؟ خبيتيها عن كل وسائل العالم؟ خبيتها؟ لا شو؟ ما إلها لازمة. طيب الناس هيك عندهم قديش طالعة حلوة هالبنت؟ قدي قمر؟ قام بدي لكم أنا شوف صورة بنتها. اسم الله مثل القمر، لعبة صغير، شو ذا دول؟ بوبي. خلقها كاملة نعمة زايدة. ليه مبعتيها؟ ليه ما بتحب تفرجي الصورة؟ أنا مو ضروري. طيب بكره بتتصور بالمدرسة البنت، بتروح على احتفالات أعياد ميلاد رفقاتها. لا وقتها. ما بدهم يصوروها. يمكن بوقتها بكون جاهزة. لا هلا في شو بتصير تفكر إنه مثلا إذا معزوم حدا عيد ميلاد البنوت وحاملين كاميرا بتلحقوه ممنوع تصور؟ يمكن إيه. هيك بتصير. يمكن. ورح تكملوا معها هيك البنت؟ لا وقتها، يمكن وقتها أكون أكثر ردي، يمكن هلا لا. لانه ما يعني ما بيقدموا بياخر، هيدا تركه كله كرمال شو تشفي فضول الناس. عمي ليه لها علاقه بتشفي فضول هي هيك؟ لانه ليه؟ لا ولا ما كنت بتساليني انه الناس ليه؟ كلها حابه تشوف لك يعني إيه؟ كله راجع دائما انه الناس حابه، فكرمال هيك بدنا نعمل. طب واذا فرجيتك الصوره هلا، اذا عرضت لك الصوره هلا من احدى حفلات عيد الميلاد لبنوتك، ايه شوفيها معنا؟ بشوفها لأنه ما عندك إياها. ومع كل المشاهدين؟ ما عندك. طلعي وراك يا نيكول. يلا ها. وين وراي؟ وينها؟ لهالدرجة إنه عندك ثقة ما حدا عنده صورة لبنتي؟ أكيد. ليه؟ ليه؟ كيف قدرة تضبط الوضع؟ يا أختي منه ضبط وضع، بس برجع جاوبيني، شو بيرضي هالشي؟ هذا شيء بيخصني انه ليه هالقد اللف والدوران على هالموضوع. طيب هلا انت اذا حدا قال لك ولا عندي بيبي، دي اول كلمه شو بتقولي؟ بتقولي فرجيني الصوره. لا انا ماني حشوه، ماني قبل ما كنت هيك. انا ماني فضوليه. لا نيكول يا حبيبتي بحترم خصوصيات الناس. بس هيدا من اوقات من محبتهم فيكي ومحبتهم لعائلتك بحبوا يشوفوا. كتر الف خيرهم، مش بيكون بهدف بس الحشي، مش دائما ناخذ الاشياء بطريقه سلبيه. اكيد لا، بس مهم انا اكون مرتاحه، مش بدهم انا، لازم انا اكون مرتاحه بس، مش كرمال الناس. بس بوعدك حلقه الجاي رح طلع عليك صوره. ما في. بتشارطي؟ ما في. الا اذا قبلتي تعملي حلقه ولا لا؟ الا اذا رح تسرق تليفوني، هذا غير موضوع. لا الا هيدا الشيء. اوكي. نيكول في عنا تقييم بنهايه الحلقه، رح اطلب من مدير المسرح لو سمح يقرب لنا اياه. اوكي، من مين التقييم؟ تقييم من قبل احد الاشخاص اللي سمع حلقتنا كلها. اللي هو مين؟ اللي هو طبعا محلل. من خلال إيجاباتك أقدر أخذ رأيه مع الاعتبار وأقبل تقييمه. هل رح تشوفيه دغري مباشرة عند انتهاء الحلقة؟ أوكي؟ أوكي. قدي عدد ال قدي تحديدا؟ خسرت 12 سؤال من أصل 100، وهيدا عدد يعني ضئيل جدا. أكيد كتير منيح، فبرافو نيكول. يعني مجاوبة على حوالي 88، يعني مجاوبة على قسم كتير 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 كبير من أسئلتنا لهالليلة. منيح حسب مجموع علاماتك. يعني قد ايه كنت بدك تسكر المية؟ يعني منيح كنت كثير صريحه اليوم، وحبيت فيك هالقد عفويتك على طول. على فكره انا هيك على طول. حسب مجموع علاماتك نيكول والاسئله اللي جاوبت عليها صار عندنا التقييم التالي. انت شخص غامض، حتى المقربين منك ما بيعرفوا بشو عم بتفكري انت وقاعده معك. كتر خيرك يا رب، وان شاء الله بضل هيك وبعمري ما بتغير. بانتظار دائما للمصائب، انت بحالة ترقب دائما، حتى الفرح استعداد. حتى الفرح ما بتعرفي تعيشيه خوفا من يلي رح يجي بعده. يعني على طول انا مبسوطه قلت انا مش قلت لك انا قلوقه لما سالتيني على شيء ما بحبه فيه؟ قلت لك اني قلوقه. انت حدا نص عاقل ونص مجنون. كثير حلو هالميزان. اي بسهوله بتضحكي وبسهوله بتبكي. من الجيد الليلة إنه قدرنا نخترق البعض من أسرارك وخصوصياتك، سمحتي لنا اللي بتقوليه غير اللي بتفكري فيه، بحالة مراقبة وتحليل دائم لكل اللي بدور أحواليك. بالرغم من كل الغموض اللي بحيط بشخصيتك، نقطة ضعفك الوحيدة هي عائلتك.
اللي بتجي أولوية بالنسبة لإلك وتحديدا بنوتك الصغيرة اللي بدي أقول لك الله يخلي لك. بدي أسقف للي حلل بدي أقول له كثير تعبت لتحللني. أوكي هلا رح نعرفك عليه. عرفته. وبدي أقول لك شكرا كثير لحضورك معنا كثير نيكول. الله يخلي لك عائلتك وبنوتك الصغيرة. فكرة بدي أقول كنا عم نحكي شوي عن غيرة اللبنانيات. الشيء الوحيد اللي قدرت ألمسه من تشجيع ومن وقفة حد هي نيكول. أول مرة طلعت على مصر كان أول اتصال وبيجيني على الهواء هو من نيكول. صح. وبعدني لهلأ مش نسيت لك إياها. حبيبتي وبعرف قديش أنت حدا عندك ثقة كتير بحالك وبتنبسطي لنجاحات هذا للأسف منحكي عنه بس هذا مش لازم نقول يعني شيء بيزعل بس أنت حدا بينبسط لنجاحات الآخرين. أنا الأخرين. أنا أكيد وانتبهي أنا دايما يعني باخذ منك وبعملك على أساسه كوني أكيدة. صح. لو ما كمان باخذ مثل ما أخذت المنيح منك رديت لك إيه فشو معناتها اللي بيعطيك غير شيء منه منيح فبالتالي ما فيك ما تعملي الا مثل ما هو بيكون. صح. هيدي هاي العلاقه اللي عم بتصير مشكله نيكول حبيبتي بالوسط يعني بدي ادعيكي تجي لعندي تنودع مشاهدينا الكاميرا امامي على طريقتك الخاصه ان شاء الله ما تكون ضايقتك اليوم بالاسئله. لا لا وان شاء الله نكون يعني ما بعرف مع انا هيك انا حقيقيه اللي على قلبي على لساني وما في احلى من الوضوح بالانسان. صح وهذا اللي بنحبه فيكي صراحه ان شاء الله تكون الناس حبتك ان شاء الله. الى اللقاء بحلقه اخرى من 100 سؤال.